نادته قائلة: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. كلمات قالتها السيدة هاجر عليها السلام لزوجها النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي بأرض مكة الجدباء الصحراء، وعلى يدها وبأحضانها طفل صغير يبكي من الجوع والعطش. ولد سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام في أرض فلسطين بقرية حبرون، وهاجر إلى مكة رضيعا، وأمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ينزل هاجر وإسماعيل عليهما السلام في مكان بعيد في مكة المكرمة، فنزل بهما واديا جافا لا حياة فيه ولا ماء ولا طعام، وهي تسائله كل حين ولسان حالها: من سيطعمنا؟ من سيسقينا؟ من سيحمينا؟ تنتظر إجاباته عليه السلام التي لا تأتي، حتى قالت: الله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم، أو أشار أن نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، فإنها مؤمنة بالله عز وجل، تعلم أنه على كل شيء قدير. كان ذلك الوادي الموحش هو مكة المكرمة، وكان هذا الرضيع هو إسماعيل ذبيح الله عز وجل، الذي ظل باكيا بعد أن نفد الماء من أمه، وما ملكت عليها السلام من أمرها إلا السعي بحثا عما يشبع رضيعها، فظلت تسعى بين جبلين هما الصفا والمروة، حتى تعبت عليها السلام ودعت ربها عز وجل، فنبع الماء من تحت قدمي ابنها الرضيع عليه السلام. فعظم الله عز وجل جهدها ومشقتها بأن صار شعيرة من شعائر الحج في الإسلام إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة. وصار الذي نبع من تحت رضيعها هو ماء زمزم، ماء مبارك. كبر إسماعيل عليه السلام وتعلق قلبه بأبيه إبراهيم عليه السلام، وتعلق قلب أبيه عليه السلام به، فهو الذي جاءه على كبر وشوق. أتدرون ما قلب النبي؟ أتدرون ما فؤاد نبي؟ قلب يسع محبة ورحمة ولينا لا يسعهم إلا، وذلك من قلوب البشر، قلب به الرفق مطبوع والرحمة من صفاته، إذ بهذا القلب وهذا الفؤاد يضعه الله عز وجل حيث أراد، من ألم لفراق هذا الابن، بل ذبحه وموته، فيرى رؤيا في منامه أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، فما أقسى ما رأى وما أشده على قلبه من أب ونبي كريم، وما أشده إيلاما على تلك النفس الكريمة الرحيمة، لكنه امتثل أمر ربه عز وجل وهو النبي الحكيم. قال ربنا تبارك وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام في الرؤيا ثلاثة أيام متتاليات، حينها لم يفر الابن البار من أبيه، ذلك الأب الحكيم الرحيم، ولم يطلب التفكير، بل جاءت إجابته سريعة: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تلك الإجابة من طفل في الثالثة عشرة من عمره، ردا على نبأ ذبحه: يا أبتي شد رباطي حتى لا أضطرب ولا أتحرك، واكفف ثيابك لئلا يأتي عليها شيء من الدم، فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي ليكون الموت أهون، واقذفني للوجه لئلا تنظر إلى وجهي فترحمني، ولئلا أنظر إلى الشفرة فأجزع، وإذا أتيت أمي فأقرئها مني السلام. فنام على وجهه عليه السلام وتشهد، ورفع أبوه عليه السلام السكين، وسمى باسم الله عز وجل على ذلك الذبيح.
الأبيض الناسع قائلا لأبي: يا أبتي، إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره، فاخلع حتى تكفنني فيه. فاهتزت السماوات وهللت الملائكة بالدعاء ونادت: يا رب افد عبدك إسماعيل ابن الخليل. فنودي من خلفه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. والتفت فإذا بكبش أقرن عيونه كبيرة، وفديناه بذبح عظيم. وصار هذا اليوم المبارك عيدا للمسلمين في كل مكان، عيد الفداء والتضحية، تجلت فيه معان كثيرة عظيمة. وشرفهما الله عز وجل ببناء بيته الحرام أو رفع القواعد. قال ربنا عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كانت من تحت قدميه زمزم، ومن بين يديه الكعبة، ومن صفاته كان العيد وأضحيته. إنه نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قيل عن الكبش الذي افتدي به إنه من الجنة، وقيل إنه القربان الذي قدمه هابيل عليه السلام ابن آدم عليه السلام، فتقبله الله عز وجل منه ورفعه. وقيل إنه كبش من كباش الجبال هبط على إبراهيم عليه السلام فذبحه، وقيل غير ذلك. وكلها أقوال ليس لها دليل يعتمد عليه من كتاب أو سنة. والحمد لله على نعمة الإسلام ومناسك الإسلام وشعائر الإسلام وشرائع الإسلام وحكم الإسلام، الحمد لله رب العالمين. فاللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين، وكلنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. ربي، عبدك قد ضاقت به الأسباب وأغلقت دونه الأبواب، وأنت المرجو سبحانك لكشف هذا المصاب. يا من إذا دعي أجاب، يا رب الأرباب، ربي لا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي، فقد ضاق صدري، وتاه فكري، وتحيرت في أمري. فاللهم ارحم تضرعنا بين يديك، وقومنا إذا اعوججنا، وثبتنا إذا استقمنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم افتح لدعواتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحون، ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، يا رب العالمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على بالبسم. نروح نحوس بيه، نروح نحوس بيه. قالت صبر يا رسول، قالت صبر يا رسول، نروح نناقيه، نبدل ودوك الدلول، وتسوب اللي واتيه، تسوب اللي واتيه. أمو ما هيش علما، فين رايح بيه، فرحان بيه سلمى، تهلالي فيه، تهلالي فيه. خرج وسار من الخيام، خرج وسار من الخيام، تتبع فيه، تبعت وتزيد في السلام، لولدها الفريد، لولدها الفريد.
زيد في الخيلة ابراهيم زيد في الخيلة وابنه يتبع فيه يسمع للطير في العلا قال راح يضحيه قال راح يضحيه اسماعيل خاف من البلا اسماعيل خاف من البلا قالوا يا راشول سمع الطير في العلا ايش راه يقول ايش راه يقول قالوا يا بني العزيز قالوا يا بني العزيز راني نسمع فيه هداك ابليس النحيس لعن الله عليه لعن الله عليه لما وصلوا للجبل لما وصلوا للجبل عليه السلام قلبه بالحرقة فشل عيط يا رحمن عيط يا رحمن سلم عليهم للجبين سلم عليهم للجبين دمعوا في الضحبيه قالوا يا ابويا الحنين ما بكاك حزين ما بكاك حزين قالوا يا كبد الغلام قالوا يا كبد الغلام الله طلب عليك اتاني ملاك في المنام اطلب بنضحيك اطلب بنضحيك علمها ليش يا ابويا ما تقول نشبع منها نشبع منها عنق ابنه بالغزال عنق ابنه بالغزال ماني علمها الله ياتينا الصبر هو يعلمها ويعلمها قعباس من الجبين تعباسوا من الجبين رفدوا قبل بيه أرمى يدو على السكين رايح يضحيه رايح يضحيه قالوا ارفد الكمود قالوا ارفد الكمود وطم جلالك لا تضطرش بالدموم أمي تفطن بيك أمي تفطن بيك لما جاي جري عليه لما جاي جري عليه ملاك نزل قفاه قال عتق ما بين يديك أحكم أشورات أحكم أشورات قال يا إبراهيم الخليل قال يا إبراهيم الخليل عتق إسماعيل ما
ما كان مثلك قليل من الصديقين من الصديقين. الله يرزقنا الصبر الله يرزقنا الصبر لنا أجمعين كما رزق الشامخ القدر أبل المرسلين على ابن لحنين.